نمشيو للمقترح متاعنا لليوم للناس اللي مغرومة بالبيك داتا وإلا حروب البيانات اللي تقريبا العالم الكل يحكي عليها اليوم. ما عادش نحكيو على حروب النفط، ما عادش نحكيو على الأسلحة، ما عادش نحكيو حتى على حروب المياه. اليوم نحكيو على حروب البيانات، والكتاب يقول الكل يكذب، كيفية استخدام البيانات الضخمة لفهم السلوك البشري الحقيقي. الكتاب يبدأ بفكرة أنه الناس ما يقولوش الحقيقة دائما في الاستطلاعات متاع الرأي وإلا في حياتهم اليومية، لكن ينجموا يكونوا صادقين وقت اللي يعملوا لريشيرش متاعهم على الانترنت، وهذا ما يعطينا نظرة أعمق وأكثر دقة على الحاجات اللي يخموا فيها الناس. جزء الأول من الكتاب يحكي على قوة البيانات الضخمة ولا البيك داتا، كيفاش تنجم البيانات هذه تكشف عن أنماط وسلوكيات ما نجموش نروها بطرق تقليدية. يوضح أنه البيانات من محركات البحث، وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية تنجم تكون مصدر قوي لفهم التصرفات البشرية. من خلال تحليل بيانات البحث مثلا على الجوجل نجموا نكتشفوا اهتمامات الناس الحقيقية، ولهنا قاعد يلخص خاصة أكثر الحاجات اللي يبحثوا عليها الناس. يقول أنه فما بحث كبير على أعراض الأمراض النفسية كما الاكتئاب والقلق، وهذه مختلف تماما مع التصريحات متاعهم الاستطلاعات متاع الرأي. الفصل الثاني من الكتاب البحث عن الحقيقة يستعرض فيه الكاتب الأمثلة العملية كيفاش نجمو نستخدموا البيانات من أجل البحث على الحقيقة في عديد المواضيع كما العنصرية، الصحة النفسية والانترنت والريشيرش متاعنا. تنجم خلينا نقول بالظفرين اتعرينا قدام الخبراء هذوما اللي يقراوا السلوك البشري من خلال ما قاعدين احنا نتابعوا فيه على مواقع التواصل الاجتماعي ولا ما قاعدين نبحثوا فيه على الانترنت. يناقش ايضا انه البيانات تنجم تكتشف التناقضات في السلوك البشري، كيفاش الناس تنجم تكون غير واعيه برغباتها، غير واعيه بتوجهاتها، وتنجم هذه التناقضات تخلينا نفهموا اكثر السلوك البشري. كيف نقولوا البيك داتا نجم نحكيه على الاستخدامات الجيده والاستخدامات السيئة، ونحكيه لهنا على الأخلاقيات المرتبطة بعالم الانترنت. يحكي عليها أيضا الكتاب البيانات والتنبؤات، كيفاش من خلال دراسة السلوك وفهم السلوك البشري والأنماط خاصة الاستهلاكية للمستعمل متاع الانترنت، كيفاش نجمو نتنبؤ بسلوكياته المستقبلية، شنو ما الحاجات اللي ينجم سواء على مستوى الاستهلاك وحتى التنبؤات على مستوى خياراته في الانتخابات، على مستوى انتشار الأمراض. عديد بالحق المعلومات المهمة والقيمة والدسمة اللي تنجموا تلقاوها في الكتاب هذايا اللي عنوانه الكل يكذب، كيفية استخدام البيانات الضخمة لفهم السلوك البشري الحقيقي. فرصة باش تطلعوا عليه في الصيفية من أجل أنكم تعرفوا هالسلاح ذو حدين اللي بين إيدينا هذية واللي يلزمنا نعرفه كيفاش نستعمله. هذية مقترحنا لليوم في صباح الخير تونس.